السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا مع لا بارتي ديال لي كوليكسيون في الكور الخاص بلا بي او او اللي كنطبقوه باستخدام لو لونغاج ديال بيتون. دونك بالنسبه لي كوليكسيون بصفه عامه، هما واحد المجموعه ديال الانواع اللي عندنا في بيتون اللي غادي نستغلوهم باش ندويو على مجموعه ديال الاشياء. يعني اذا كان عندي مثلا اوبجي واحد حنا كنخدمو عادي، ولكن اذا كنت باغي نسجل 10 ديال لي زوبجي، هنا كنفكر ان هذوك 10 ديال لي زوبجي ضروري غيدخلوا ليا في واحد المجموعه، طابلو ليست ولا شي مجموعه واحده اخرى. حنا ديجا خدمنا مع اخر فيديو كان عندكم على مجموعه ديال لي زورديناتور اللي خبيناهم في لي ليست. بالنسبه لي ليست كيخدموا بطريقه عاديه كما شفنا في لو كور ديالنا الاول ديال الاستخدام ديال بيتون لي باز ديال الالغوريثميك. المهم اللي مازال عنده مشكله في هاد لابارتي غيدخل هنايا لهاد لو كور وغادي يمشي يشوف وحده في هاد لي كور، غادي يلقى لابارتي الخاصه بليست ويدخل ويعاود يتذكر المعلومات الاساسيه. ملي غادي نكونو كنعرفو نخدمو بلي ليست او حتى لي ديكسيونير اللي تا هما كاينين في هذا الجزء هذا الاول، ممكن اننا نزيدو نتعلمو نخدمو بمجموعه ديال لي كوليكسيون وحدين اخرين، لي سوا كيكونوا دي كوليكسيون عاديين يعني كنعيطو ليهم ديريكتومون كنخدمو بهم مباشره بحال لي ليست لي ديكسيونير اللي هما لي تيبل اي لي زونسومبل، او كيخدم بواحد النوع اخر من لي كوليكسيون اللي ضروري انني نعيط على لو موديل فين كاينين عاد نخدم بهم اللي هما هادو اللي غنشوفو اليوم. بالنسبه لي تيب اللي حنا غادي نشرحوهم اليوم ولي زونسون ان شاء الله الا تعطاتنا فرصه غادي نشرحوهم من بعد. اذا هنا كخلاصه اوليه، باش نسجلوا مجموعه ديال الاشياء ضروري ليا من واحد لا كوليكسيون. كاينين عندي مجموعه ديال لي كوليكسيون بازيك بحال هاد الربعه هادو اللي دوينا عليهم اللي هما لي ليست دي ديكسيونير لي تيبل و لي زونسومبل. هادو كنجيو نخدمو بهم مباشره في الكود ديالنا يعني راهم معروفين. اما واحد المجموعه واحده اخرى اللي كتنتمي لواحد لو موديل سميتو كوليكشن، هذا ضروري اننا الا بغينا نخدمو بهم نعيطو لهاد لو موديل، يعني كنديرو امبورت كوليكشن ولا كنديرو فروم كوليكشن امبورت وكنجيبو حنا لا كوليكسيون اللي بغينا نخدمو بها. هنا خليت لكم واحد لو طابلو اللي جايباه من لا دوكيومونطاسيون اوفيسيال ديال بيتون اللي فيه جميع هاد لي كوليكسيون اللي كينتميو لهاد لو موديل، دونك هما 9. بالنسبه لينا حنا غادي نتعرفو على هاد 6 الاولين، يعني هاد اليوزر ديكت واليوزر ليست واليوزر سترينغ. في هاد الكور هذا ما غاديش نتعرفو عليهم، ولا تعطاتنا ان شاء الله من بعد فرصه نقدروا نزيدو نكتشفوهم. اليوم غادي نحاولوا نبداو هاد لابارتي ديال لي كوليكسيون اللي كاينين في هاد لي موديول مع اول نوع اللي كيتسمى نيمد تيبل. هاد الجدول هذا فيه الخلاصه، اذا حنا غادي نمشيو للتفصيل. بالنسبه لهاد لا كوليكسيون اللي سميتها نيمد تيبل، الا بغينا نفهموها ونعرفوا الدور ديالها، اول حاجه غنحتاجوه هي اننا نعرفوا بعدا اشنو كيتقصدوا تيبل. دونك بالنسبه للتيبل غناخذوه ببساطه بالنسبه للناس اللي كيعرفوا لي ليست. حنا لي ليست كنديروا مثلا ال تساوي وكنحلوا الكروشي وتنخدموا عادي، ومن بعد كنديروا الابند اما ولا الانسيرت ولا. اما بالنسبه للتيبل فهو كيشبه ليها غير هو الى اميابل، استاذير هو واحد النوع ديال لي كوليكسيون اللي ملي تدخل ليه المعلومات ما يمكنلكش تخدم يعني تموديفي فيه، بحال كتستوكي فيه لانفورماسيون باش دير من بعد لافيشاج ديالها لهدف معين، حيت حنا مجموعه ديال المعلومات كنحتاجو اننا غنسجلوهم وما غاديش نبغو نبدلوهم. الا كان هذا هو الاساس، مثلا بغيت نسجل النقاط ديال الاستاجير باش العام الجاي نحسب ليهم شحال غادي يجيبو في الدبلوم كامل، فهادي غتحتاج نخبيهم غير في التيبل حيت هادوك لي نوت ما غنبدلهمش. اما الا كنت باغي نبدلهم ولا ديك الساعه ما نديرهمش في تيبل، غادي نديرهم في ليست. دونك ليست وتيبل هما بحال بحال، غير ليست هي كوليكسيون اللي كتقدر تشونجي فيها باستخدام الابند والريموف يعني تمسح وتزيد اللي بغيتي.
جبن لا، وما كنخدموش عليه هاد الاجو سوبريسيون بطريقه مباشره، لان اصلا هو الهدف ديالو هو انه يسوف غاردي لي دوني بوغ ان افيشاج من بعد. الا فهمنا الكونسيبت ديال تشيبل في بيتو، فالتطبيق كيكون بسيط. الا قلنا باننا في الليست كندير واحد الكروشي، بالنسبه للتيبل كنحلو غير اقواس وكنكتبو الاشياء اللي بغينا نحتفظو بها. في هذا المثال مثلا احتفظنا ب 11 و 22 اللي هما عددين، خبيناهم في واحد لو تيبل تي. تي كيشبه لي ليست من حيث انه في لافيشاج كنقدروا نافيشيه ديريكتومون في بيتون، ونقدروا نخدمو على لي زانديس ديالو ابتداء من الصفر بحال لي ليست. دابا الا ما كانش عندنا مشكل مع نيمان مع تيبل، غنقدروا نفهموا هاد نيمان تيبل. هاد لا كلاس هادي نيمان تيبل اللي كاينه في لو موديول كوليكشن، هي واحد لا كلاس بحال زادو طوروا داك تيبل باغ ديفو. علاش؟ حيت هما هنا في هاد لا كلاس بغاو ياجوتيو دي نو اكسبليسيت لشاك اليمون دان تيبل. يعني حنا تيبل كما كنعرفوه كما كنعرفوا حتى على لي ليست، يقدر يكونوا فيه يعني معلومات مختلفه من حيث النوع. نقدر نسجل فيه مثلا هنايا في الجزء الاول اعداد اللي كتمثل ليا الاحداث الاكس، إحداثية إكس، هنا الإحداثية إيكغيك، نقدر ندخل فيه شي سمية شان دو كاركتر إكسيتيغا، وخا يكونو مخربقين من حيث النوع مكاينش مشكل. ولكن في التيب العادي كنجيو نستفل لي فالور نيشان، مثلا مكنكونش عارف هاد 11 أش قصدت بها، 22 أش قصدت بها. دونك لذلك هما كرياو هاد نيم التيب وقالو غادي نوليو نديرو أسماء لي شون، داكشي باش تسمى تنيمد تيبل. اولا بالفرنسي كتسمى تيب نومي، يعني كيولي هادوك لي شون عندهم اسماء، وهكذا كنوليو تنقدروا نخدمو سواء بالاسم سواء بلانديس كما غنشوفو في هذا المثال الاول. فاول حاجه باش نخدمو بهاد نيمد تيب كيخاصني نمشي لو موديول كوليكشن ونعيط لهاد لا كوليكسيون. دونك غندير فروم كوليكشن امبورت نيمد تيب، من بعد غادي نستخدم هاد الكوليكشن باش نكريي واحد لو تيب نومي. دونك هاد لو تيب نومي غادي يتسمى مثلا بوا، وحنا غادي يكون عندنا هنايا الاستخدام ديال جوج ديال لي بارامتر. ما كنعطيوه اسم ديال لو تيب، نقدروا نديروه في غالب الامثله اللي غتلقاو في انترنت كيديروه هو نفس هذا، ما حتى الا بدلناه ما تيوقعش شي مشكل. وهنا كنديروا الاسم ديال لو شو لي غادي يكون، وكذلك الاسم ديال لو شون الثاني، ولا عندنا الثالث والرابع كنزيدوهم. يعني حنا هنا تنقولوا ليه راه غنصاوبوا واحد لو تيب نومي لي غادي تسمى بوان بصفه عامه، غيكونوا فيه جوج ديال لي شون. لو شون الاول اللي غادي نحطوه يمثل الاكس، ولو شون الثاني اللي غنحطوه يمثل الايكغيك. من بعد نقدروا نستخدموا هاد نيم تيب اللي صاوبنا باش نكرييو دي تيبل بحال دي زوبجي منو. دونك مثلا هنا لو بي غادي نكريوه من هاد نيم تيبل اللي عندي، وغادي مثلا الا حطيت فيه في اول قيمه 11 فاوتوماتيكمون ال 11 غتمشي لهاد لو شون الاول اللي كرييتو اللي هو الاكس، ولا حطيت فيه 22 مباشره غتمشي لو شون الثاني اللي هو ايغريك. نقدر نحطها مباشره كما حطينا ال 11، ونقدروا نديروا لها ايغريك تساوي 22. يعني حنا في الاول خدمنا بار بوزيسيون، ومن بعد خدمنا بالاسم ديال لو شون، ما كاينش مشكل. نقدروا كذلك نقلبوهم في الترتيب الى غادي نخدموا بالاسم ديال لي شون. مثلا نديروا هنايا ايغريك تساوي 22، عاد هنا نديروا اكس تساوي 11، غتعطيني نفس النتيجه. المهم انه دابا ملي ولا عندي اسم ديال واحد الشون، نقدر نخدم يا اما بالبوزيسيون يا اما بالسميه ديال هذاك لو شون، كما شفنا في لا بارتي ديال لي فونكسيون العاديه في الكور ديال بيتون الاول. اذا ملي كيتكري ليا هاد تيب نومي، دابا كنولي قادره انني يا اما نخدم بلي زاديس كما كنا كنخدمو في التيب العادي. تي زيرو في هاد الحاله غتعني اول اليمون دخل، يعني اول حاجه كاينه في لو شون اكس اللي هي مثلا هنا 11، و بي ان غتعني لا فالور ديال هذاك لو شون الثاني. فهاد المثال عندي 22، فملي غندير بي 0 بلس بي ان غتخرج ليا 33.
كذلك نقدروا عوض ما نخدموا بلي بوزيسيون صفر واحد وجوج اكسيتيرا، نخدموا انطلاقا من الاسماء اللي حنا زدناهم ديال لي شون. يعني ندير بي بوان وندخل الاكس، فبي بوان اكس غتعطيني القيمه الموجوده في لو شون اللي سميتو اكس، فهاد الحاله هي 11. وكذلك بي بوان ايغريك غتعطيني القيمه الموجوده في لو شون ايغريك، فهاد الحاله هي 22. اذا غادي يخرج ليا نفس النتيجه في لاسوم هي 33. و بيان سور الا بغينا نافيشيو لو تيب الكامل كنجيو نديرو السميه ديالو في سبرانت، فكيعطيني هذاك لا فالور اللي عندي.